حياكم الله من جديد مشاهدينا. تعد عملية زراعة الكبد واحدة من أعقد العمليات الجراحية في مجال الطب، وإجراءها في إحدى مستشفياتنا الحكومية مستشفى جابر يعد فخر لنا جميعا وثقة في إمكانيات المستشفيات في دولة الكويت الحبيبة والكوادر الطبية القائمة على هذا النوع من العمليات الصعبة يا أحمد. بالفعل يا غادة، وتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام راح نتعرف عليها حول موضوع عملية زراعة الكبد. يمكن قبل أيام احنا سمعنا عن هذه العملية، وراح نتكلم أكثر وأكثر إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور منصور غانم الغانم. نقول صبحك الله بالخير دكتور. صبحكم الله بالخير والسرور، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. احنا راح نتكلم ان شاء الله، وكونك انت اختصاصي في جهاز هضمي وكبد ومناظير راح نتكلم اكثر واكثر عن هذه العمليات خاصة، ولكن بعد التقرير. حياك والله مشاهدينا، حياك الله معنا دكتور منصور، شرفنا في صباح الخير الكويت. بداية حابين ناخذ فكرة سريعة عن معدلات أو إحصائية أقمتوها بخصوص أمراض الكبد في الكويت، إيش كثر عددهم في الكويت كنسبة موجودة، وهل هي تماشي الطبيعية في العالم ولا أكثر أو أقل؟ شوفي، الارقام عند امراض الكبد بشكل عام ما عندنا ارقام دقيقه، لكن عندنا امراض عن انواع معينه من امراض الكبد، هي امراض الكبد الوبائي. لا الحمد لله، الحمد ان احنا عندنا بالكويت ارقامنا اقل من المعدلات العالميه. امراض الكبد الفيروس كبدي سي، زين، احنا نسبتنا بالكويت اقل من 1%، وهي اقل من المعدل العالمي اللي فوق 1%. اما بالنسبه حق الفيروس كبد بي، احنا بنقع باقل من 2%، وهي مثل ما يقولونها النسبه القليله بالعالم. لله الحمد، واحنا قاعدين نشوف اقل واقل بسبب التطعيمات والعلاجات الجديده المتوفره. طبعا اي امراض الكبد الشائعه بالكويت شنو دكتور، يعني يمكن نقدر نقول؟ والله للاسف الكويت عندنا رقم واحد هو الكبد الدهني، زين، بسبب السمنه العاليه وبسبب امراض السكر. احنا نسبتنا بالسمنه بالكويت فوق 50%، ومرض السكر فوق 30%، فطبيعي يكون عندنا تشحم في الكبد. والتشحم الدهني يعني شلون اشرح لي؟ يعني يصير طبقه كذي، يعني تراكم الدهون على الكبد، زين، بسبب مشكله في الانسولين. الجسم ما يهضم النشويات، فتتولى الكبد عمليه الهضم، فتحول كل النشويات الى دهون، وتتراكم الدهون هذه في الكبد، ومثل ما تتراكم بالكبد تتراكم في اماكن اخرى مثل القلب او شرايين القلب، ممكن يكون اعضاء ثانيه. يعني هذا بعد شيء ما يبشر بالخير، يعني صراحة دكتور يخرع. بنتمنى الكل والجميع إن شاء الله الله يحفظه يا رب العالمين. أجريت عملية زراعة كبد مؤخرا، اللي هي تعتبر الثامنة في دولة الكويت لكن الأولى في مستشفى جابر. كلمنا عن هذه العملية وأجواء هذه العملية تحديدا. هي جت بعد إجراء 6 عمليات في مستشفى مبارك. كان الجو كان مليء بالرهبة، لأن في مكان جديد، زين، البيئة ما كنا متعودين عليها، فكانت الإجراءات كانت إن نتأكد كل شيء سليم قبل إجراء العملية. صح. فكان تخصصات ثانية مثل العناية، تخصصات المختبر الصيدلية، الكل كان متحمس الأمانة، يعني كل عايش بالرهبة. صح. زين، لأن هذه العملية تعكس وجه الحقيقي حق المستشفى، زين، كعملية معقدة. صحيح ممتاز. طبعا الدكتور نبي نتعرف اكثر واكثر على هذه العمليات الدقيقه اللي احنا قاعدين نشوفها، ومثل ما تفضلت انت يمكن قلت هناك يمكن نسبه نجاح يعني تكون، ولا سمح الله نسبه فشل يمكن تكون في هذه العمليات الدقيقه. نتعرف على اللي يعني اللي أدق. توقف عليه او الادق من هذا الموضوع. طبعا الاستعداد رقم واحد، اذا انت تبي تجري اي عمليه دقيقه لازم تكون انت مستعد 100%، مستعد من ناحيه امكانيات، ومستعد تتحمل انك انت ما بعد العمليه كمضاعفات، ولازم تعرف انت بالضبط انت شلون متابعه الحاله، يعني الحاله، ولازم ان اختيار الصح للحاله. تمام. لابد ان تكون الحاله مهيئه ان تتحمل العمليه، وما بعد العمليه لازم تكون انت ادرى شنو المضاعفات اللي راح تواجهها. صحيح.
فهذا اهم نقطه بالعمليات الدقيقه. جميل. يمكن تحكيت دكتور وقلت عن الامكانيات الموجوده، فخلينا نتكلم عن امكانيات وزاره الصحه تحديدا من حيث الامكانيات والتجهيزات في المستشفيات، الكوادر البشريه الطبيه الموجوده، شلون ممكن تصفها انها قادره على اجراء مثل هذه العمليات الكبيره والمعقده في مستشفيات الكويت؟ لله الحمد امكانياتنا بالكويت كبيره، احنا ما ندرك الشغله هذه. عندنا كل جميع الأجهزة اللي نحتاجها، جميع الأجهزة مقاربة للأجهزة اللي نشوفها برا، وفي مرات كثيرة تكون أجهزتنا بالكويت أحسن من اللي برا. صحيح. إنزين، كوادر نمطية لا شك إنزين إنها كوادر كفء على قدر عالي من الكفاءة. تمام. بسبب تدريبها إحنا لله الحمد كلنا تدربنا بالخارج في أحسن المراكز. صحيح. في أحسن الأماكن، وتعاملنا معهم، وكنا إحنا مثل ما تقولين الناس اللي كان يعتمد عليها في هذه الأماكن. زين، فعندنا الخبرة ولازلنا إحنا في التطور، والحمد لله أن إحنا نواكب آخر التطورات العالمية من حيث العلم ومن حيث الأجهزة يعني. جميل. ممتاز. كونك أنت ذكرت برا وأنكم أنتم درستوا برا، ونقول الله يعطيكم العافية. بالفعل الخبرات اللي قاعدين تجيبونها من برا هذه قاعدة تفيد مثل هذه العمليات الدقيقة عندنا بالكويت. شلون الفوارق الحين مثل هذه العمليات الدقيقة بين الكويت وخارج الكويت؟ شوف أنا بتكلم يعني مجالي بزراعة الكبد. حلو. إنزين، زراعة الكبد إحنا كان الوضع معكوس بالنسبة لنا، إحنا كنا أفضل من برا. ليش؟ لأن زراعة الكبد لا تتوفر حق الكل. أنت عشان تزرع كبد في طريقتين، في متبرع حي وفي متبرع متوفي. المتبرع المتوفي لازم يكون الكبد موجودة. إذا سافر الشخص لبرا، راح أماكن مثل أمريكا أو بريطانيا، الكبد الموجودة هناك ما يعطون الأولوية، ليست للزائر، الأولوية لابن البلد. صحيح. واحد يتفهم الشغلة هذه. فتكون الكبد إذا كان في كبد متوفرة، ما تكون هي مثل ما تقول أو اللي هي الكبد أحسن كبد، هي تكون مثل ما تقول كبد اللي هي تتحمل ولكن مو أفضل شيء. زين، فإحنا بالكويت لا، إحنا ريال الديرة نفسه، فإحنا نحرص أن تكون أفضل كبد للمتبرع. وتكون العملية موجودة، لما يسويها يكون الشخص، لأن عملية طويلة يكون بينه وبين أهله. صحيح. زين، فهذا مثل ما تقول استعداد النفسي يكون أحسن وايد. طبعاً. زين، وإحنا ناس نفهم عليهم ويفهمون علينا، تكون نفس الثقافة، فكل فيكون الاستعداد أكبر من الاستعداد برا. ممتاز. جميل. دكتور، من هي الحالات اللي تستدعي زراعة كبد، وشن هي المعايير والشروطات اللي لابد تكون موجودة في المتبرع لهذه الكبد؟ أنا بلخصها بثلاث خطوات. حلو. زين، الخطوة الأولى أول شيء لازم نعرف أن المريض يحتاج كبد ولا لا. حلو. زين، هذا رد على الشق الأول من السؤال. فعشان نعرف أن المريض يحتاج كبد ولا لا، زين، في حسبة معينة تقول لنا أن المريض إذا وصل هالحسبة هذه، أن زراعة الكبد بتكون تفيد أكثر من مخاطرها. زين. الشغلات الثانية اللي نقدر نزرع لها إذا كان في فشل كبدي حاد. زين، إنه يحتاج إنه، لأن الكبد عضو فعال بالجسم. صح. إذا فشل لدرجة معينة باقي الأعضاء تصير فيها مشاكل. زين. الخطوة الثانية ما بعد إنه يحتاج المريض ولا لا، إنه نشوفه هل هو مهيئ للعملية أم لا. أيوه. من رقم واحد ما قبل العملية، هل حالته الصحية تستحمل؟ زين، هل قلبه يستحمل؟ هل رئته تستحمل؟ هل حالته العامة تستحمل من ناحية تغذية ما تغذية؟ شغلة ثانية، هل المريض مهيئ نفسياً إنه يعرف إنه ما بعد العملية، إنه مو بس العملية 6 إلى 12 ساعة فقط، لا، ما بعدها إنه يكون في عناية مركزة. ما بعد العناية المركزة يكون في أدوية مثبطة للمناعة طول عمره. زين، لازم يأخذها هذا المريض طول الوقت، ما يقدر ينساها طول عمره. طول عمره. زين، هي طبعا هي نعطي 5 أدوية بداية. زين، لمدة تقريبا 6 أشهر نبدأ نخفف مع الأدوية إلى نوصل مرحلة أنه بيكون على دواء واحد طول عمره. ولازم يكون في فحوصات، يعني إحنا المريض نشوفه بشكل دوري مكثف أول أيام، بعدين نبدأ نخفف إلى نوصل مرحلة الاستقرار. نعم. إحنا نقول نسأل الله السلامة للكل بالتأكيد، وخاصة للمتبرعين والمرضى اللي مرضى أمراض الكبد. دكتور، يمكن أنتم من خلال هذه العمليات الدقيقة وهذه الإجراءات يمكن
الطويلة اللي تقومونها للمتبرع وللمريض. هناك إجراءات، هناك استعدادات، أنتم تدخلونهم في هذه الإجراءات، يا ليت نتعرف عليها على السريع. طبعا احنا ناخذ اول شيء الاهم عندنا المتلقي، انزين، او المريض، انزين. المتلقي طبعا احنا في عمليه الاستعداد تكون عمليه طويله، انزين، لازم نسوي له اشعه، انزين، نتاكد من خلل الجسم من اي امراض اخرى، سالفه انه تغذيه، علاج طبيعي، انزين، تهيئته لعمليه معقده مثل هذه. فتكون الشق الأول منها سالفة إنه نعرف إنه هل يحتاج أم لا. أما بالنسبة حق المتبرع، إنزين، أول شيء لازم يعرف أول شيء لازم يكون يعني شروط محدودة، هي كتلة الجسم وفصيلة الدم فقط، إنزين، لأن لأن المتبرع ممكن يعيش فقط ب40% من كبده ويكون تكبر إلى 60%. فالشروط المتوفرة بس إنه خلو من الأمراض، كتلة جسمه، فصيلة دمه، والاستعداد النفسي إنه يتبرع. هذا أهم شيء. طيب دكتور، هل هناك مضاعفات لما بعد عملية زراعة الكبد؟ إذا في خلنا نعرفها. هو في ثلاث مراحل. طبعا المرحلة ما بعد العملية تماما اللي يكون ممكن يكون في تسريب القنوات المرارية، يكون ممكن في نزيف. هذه أهم المضاعفات. بعدها قصيرة الأمد هي اللي ممكن يكون رفض الكبد، زين، لأن هذا عضو غريب. وثاني ممكن يكون فشل الكبد. المرحلة الثالثة هي طولة الأمد، وهي تتعلق بالمضاعفات الجانبية للأدوية، مثل هشاشة العظام، سكر، ارتفاع الدهون. الله يحفظ الكل. وصلنا معك للقفال دكتور، ونسأل الله السلامة للكل بالتأكيد، وخاصة للي يعني طبعا يحملون أمراض الكبد، نقول يعني الله يشافيهم ويعافيهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، كل فتحة خير للكل إن شاء الله. كل شكر، كل شكر لضيفنا الدكتور منصور غانم الغانم، اختصاصي جهاز هضمي وكبد ومناظير. والحين وين تبي تودينا؟ والله أنا بوديك يا أحمد حق نجيب القحطاني، اللي حاليا موجود في المعهد الديني المشترك للبنات في منطقة جابر الأحمد. نجيب، يسعد صباحك، وش عندك؟ هات ما عندك.